السلام عليكم متتبعي قناة أم سلمان، أتمنى تكونوا كاملين بكم بخير. اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لكم معسلة سهلة وراقية في المنظر ومكوناتها بزاف اقتصادية جدا. نتمنى إن شاء الله تجربوها العائلة ديالكم وتنوعوا بها في المعسلات الرمضانية. وإلا بغيتوا تعرفوا الطريقة والمكونات تبعوا معايا الفيديو للآخر وما تنسونيش من لايك ديالكم. عندي ثلاثة ديال الكؤوس ديال الطحين بالعبار ديال العنبة كما كتشوفوا معايا، غربلته من قبل. وهنا غادي نضيف ليه عندي كأس ونصف حتى هو بالعبار ديال العنبة، كأس ونصف كنضيفو الطحين ديالي. هنا غادي نضيف خمارة صاشية عندي فيها 8 غرام، عفوا هنا عندي قبصة ديال الملح، وهنا عندي ملعقة ديال النافع وحبة حلاوة صغيرة ونصف ملعقة ديال القرفة. هنا عفوا تقطع ليا التصوير، انا ضفت نص كاس ديال الزبده المذابه كيف ما كتشوفوا معايا، تقطع ليا التصوير. وهنا عندي ربع كاس ديال ماء الزهر. بسم الله، هنا كنخلط المكونات ديالي كلها مع بعض. نحاول نرملها مزيان مع الزبده صافي. وهنا عندي كاس ديال العنبه وربع ديال الماء، غادي نشوف واش غادي ياخذ ليا نفس المقدار اللي انا دايره هنايا على حسب النوعيه ديال الطحين، كاين اللي تيشرب كاين اللي ما تيشربش. وكنبدا كنضيف غير بشويه بشويه، ما كنديروش دفعه واحده صافي. غادي نبقى كنضيف بشويه بشويه تيتجمع عندي العجين، وغادي نقول لكم شحال خدات ليا ديال الماء. بالنسبة للعجين هنا خدات ليا كأس وربع ديال الماء، ضفت ليه ملعقتان تقريبا ديال الماء، ما كاملش كاس ونص. العجينة عندي كتكون قاسحة شوية كيف ما كتشوفوا، وغادي نقسم العجين ديالي على جوج ديال الحصص وغادي نشكلهم كويرات كيف ما كتشوفوا، تكون قاسحة شوية. وغادي نرش شوية ديال الطحين في سطح العمل، وغادي نسرح الكويرة الاولى ديالي كيف ما كتشوفوا القوام ديالها متماسك، باش هكا دوك الاشرطه ملي غادي نبدا نشكل في المعسله ديالي كتعطيني الطول في الخدمه، يعني ما كتكونش مرخوفه بزاف صافي. بعد ما سرحت على هذا الشكل عفوا، كنحاول نحيد لها دوك الجوانب ونقادها، وكنقطعها شرائط بالجراره ديالنا. كنحاول نجيبهم يكونوا متساويين، وكناخذ الشريط الاول ديالي كيف ما كتشوفوا، كنبدا كنطوي على جوج ديال الاصابع، كنحاول نفرقهم شويه. والطويه الثالثه كنجيبها للصبع الثالث، كنحاول ندخلو معاهم ونلوي عليه العجين ونجمعها هكا من الجنب كيف ما شفتو. انا غنعاود معكم واحده اخرى كيف ما كتشوفوا، جوج ديال الاصابع وكنضغط باش نثبت العجين، وكنعاود نلوي وكنضيف الاصبع الثالث، وكنجيبو عند نفس الطويه اللي طوينا فيها العجين الاول وكنضغط. سهله وفي متناول الجميع، اي وحده تقدر تصايبها، شكل زوين وراقي صافي. وكنضغط عليها مزيان باش كنثبتها، وكندوز للشريط الاخر بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا، كنثبت العجين وكنلوي وكندخل الاصبع الثالث، ودائما كنضغط على العجين وكنقطع الزائد، وكنقادها نشكلها على الشكل اللي بغيت انا، وكنضغط باش نثبت العجين ديالي. انا غادي نستمر نكمل معكم هاد الشرائط كلها باش هكا تبان لكم العمليه كيفاش تكون واضحه عندكم، سهله يعني ماشي شي حاجه صعيبه، وشكل زوين متميز ومغاير على الشكل ديال البليغه اللي مالفين كنديروا. وحتى المكونات ديالها ما كتكونش كثيره بزاف كيف ما كتشوفوا، كنضغط وكندخل الاصبع الثالث حتى هو، كنحاول نفرق صباعي ما كنكونش جامعاهم، باش هكا كتعطينا داك الشكل ديال هاد الوريضه هكا اولا هاد الوريقه. هاد المعسله كتجي زوينه، كتجي مهشيشه بزاف ديك الزبده اللي درنا فيها، وكتجي شاربه العسل. نتوما غتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها. انا كنحاول ندير معكم عده مرات هكا باش تفهموا العمليه كيفاش كتكون. الصباع ديالنا ديما كيكونوا مفروقين يعني ما كنلاقيوهمش، باش كتعطينا هاد الشكل هذا صافي. انا غادي نستمر حتى غنكمل الكميه معكم بنفس الطريقه مع الكويره الثانيه، حتى هي غادي نديرها شرائط طويله
انا حاولت نخدم معكم الكميه كلها باش هكا تبان لكم الطريقه كيفاش غادا تكون. يعني ما درتش غير شريط ولا جوج باش نسهل عليكم تفهموا كيفاش انا شكلتها. بعد ما كملت التشكيل ديال العجين ديالي درت الزيت ديالي كتسخن في المقلاه وبديت كنحط في الحلوه ديالي اولا في المعسله ديالي. النار كتكون متوسطه ما كتكونش مجهده ولا تكون ناقصه. صافي كنقليها على الجهه الاولى وكنحاول نقلبها على الجهه الثانيه حتى كتبان ليا تحمرات شويه، يعني تكون ولات ذهبيه لان غادي تكمل التحمر ديالها في العسل. العسل انا سبق لي وحضرته معكم، غادي تلقاوه في الاي اولا في صندوق الوصف. صافي بعد ما تقلات عندي المقله الاولى كيف ما تشوفوا هذا هو اللون اللي تحصلت عليه، كنديرها في العسل ديالي كيكون عاقد ما كنسخنوش، كيكون مازال عاقد. الحلوه سخونه هي اللي غادا تخليه يذوب معايا وغادا ندوز باش غادي ندير المقله الثانيه بنفس الطريقه. حتى هي المقله كنقص على النار، كتكون عندي الزيت سخنات بزاف كنقص شويه على النار حتى كنوضع الحلوه ديالي، عاد كنزيد فيها شويه وكنقلبها على الوجهين. وفاش كتقرب توجد عندنا كنحيدو المقله الاولى اللي درنا في العسل باش هكا كيخولنا المكان نديرو فيه المقله الثانيه. صافي وكنوضعوها في العسل. كيفما شفتو العسل بدات كترخف عندي شويه، مابقاش عاقده كيف الاول بحكم السخونيه ديال الحلوه. صافي كنوضعها حتى هي في العسل وكندير عاوتاني الكميه اللي بقات لي. كنستمر بنفس الطريقه، انا ما قطعتش الفيديو يعني خليته كامل لا في التشكيل ديال الحلوه ولا في التعسال ولا في القليان. صافي كنقلبها على الوجه الاخر حتى هي، كنخليوها تاخذ لنا غير اللون الذهبي ما كنحمروهاش بزاف كيف ما قلت لكم. هاد المعسله ما شاء الله بداك شويه ديال الطحين اللي درت راه كتعطي ما شاء الله كميه كبيره واقتصاديه، والشكل ديالها مغاير على المعسلات اللي معتادين كنديروهم. انا غادي نستمر حتى غادي نكمل هاد الكميه ونقدمها معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال المعسله ديالنا، شفتوا كيفاش كتجي على شكل ورده وكتجي اللون ديالها ذهبي، كتجي غزاله ما شاء الله ومقرمشه وهشيشه في نفس الوقت وشاربه العسل. نتمنى ان شاء الله تقاسموها مع الاحباب والعائلة ديالكم في المائده الرمضانيه، والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.